الخاصة بالزمول تهانينا والناموس. شوط جديد ينطلق ويزيد الجهنية تواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، شكرا للزميل مطلق العنزي ومحمد بن بريك المري، على بركة الله نستعين. أيها الحفل الكريم، أعلنت انطلاقة ثالث أشواط هذه الفترة الصباحية في يوم خاص بفئة الحول وفئة الكبار وفئة الذلل الأصايل المنطلقات في ثاني أشواط الحول. المسافة هي 5 كيلومترات، وأرحب بكم مرة أخرى وننطلق مباشرة لمسيرة إعلام هذا النداء، وناخذ المركز الأول ومع أساطير النواميس مقدمة هذا الشوط. وهذه براقة، براقة في المركز الأول، تعود ملكيتها لزايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، بينما النقلة التالية على المركز الثاني هذه سلهودة على المركز الثاني التابعة لهجن زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، بينما ننتقل لنتابع المركز الثالث. واللي وصلت بالمركز الثالث، يا سلام، شعار زايد بن سعيد بن الأجبع الخيارين على المركز الثاني، وتنتقل بدورها على المركز الثاني. ننتقل لنتابع المركز الرابع، ومن وصلت في المركز الرابع الخليجية، تعود ملكية الخليجية لسيد ناصر بن نهار بن ناصر النعيمي في المركز الرابع. وننتقل إلى براقة، من وصلت في خامس النداء وتأتي على المركز الخامس. الملكية تعود للسيد محمد بن ناصر بن محمد بن شابل المري في المركز الخامس. هذه هي النتيجة يا مشاهدين الأعزاء، على الهواء بثا مباشر على أرضية الميدان. وهذا الشوط يحمل 23 اسم، كلهن لهن الإنجازات، كلهن لهن السجلات، رصيدهن مليء بالإنجازات. هنا وصلا إلى مرحلة الكبار، وصلا إلى مرحلة الدلل الأصايل مع رحلة 5 كيلومترات. انتظروا المزيد، بل ترقبوا المزيد من الشعارات الكبيرة على أرضية ميدان التحدي في هذا اليوم. صاحبة الشوط الرئيسي كانت زعفرانة، صاحبة الإنجازات، صاحبة الصولات بشعار العنابي الكبير، مبارك بن محمد بن زايد الخيارين مع مزعج المضمرين حمد بن عتيق المري، صاحبة الشوط الرئيسي والتوقيت الزمني عتيق بن حمد بن قريع المري صاحبة الشوط الرئيسي، وهذا مزعج المضمرين دائما. المركز أو بالشوط الرئيسي كان بالمركز الأول قطر سات لصالح بن علي بن جابر المطوع المري. من يا هل ترى، من يا هل ترى صاحب ثالث أشواط الفترة الصباحية في شوط الذلل، في شوط الكبار، في شوط العمالقة. أعود إلى الخليجية، أعود إلى الخليجية، الخليجية في أرضية الميدان، الخليجي الكبير، المحفل الخليجي الكبير دائما على أرضية ميدان التحدي. ناصر بن نهار بن ناصر الهاجري مشاهدينا الأعزاء أو النعيمي في مقدمة الشوط، قدمنا يا جماعة هناك وبنشوف المركز الثاني، وتنافس تنافس كبير. وهذه اللي وصلت حلت علينا على المركز الثاني، وأول مرة بنذيعها وشعار كبير. وهذه النواعس، النواعس وصلت على المركز الثاني، جاسم بن عبد الله بن حمد العطية المضمر حمد بن سهيل بن حفار المري، بينما ننتقل إلى المركز الثالث. وفعلا تغيرت الأمور، تغيرت الأمور وتغيرت المراكز الثلاث تغيرا في هذه اللحظات. وفي المركز الثالث
المركز الثالث. يبدو أن من واقع هذا الشعار شعار الهديفي. يا سلام، المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء. هذه وصلت بشرة على المركز الثالث بشعار كبير، عتيق بن حمد بن بخيت بن قريع المري مشاهدينا الأعزاء. ينتقل بدوره إلى المركز الثالث وإلى مركز متقدم، ويطمح إلى الناموس، المركز الرابع. وصلتنا أيضا هذه اللي انتقلت بدورها. يا سلام من الجانب الآخر اللي انتقلت إلى المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء. وناخذ المركز الخامس، شعار السيد زايد بن سعيد بن لجمع الخيارين. الله، يا سلام الله الله الله. المركز الثالث الشحانية، شعار الهديفي، حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. يا مضمرين، هناك المنعطف الأخير. يا أهل الذلل الكبار، المنعطف الخطير المثير دائما مع المضمرين في هذا العصر الخطير. يا سلام، هنا انتقلت براقة، شعارها للعوينة، زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين. يا سلام، ومن الجانب الآخر هذه اللي وصلت، هذه الشايبة أو النواعس، جاسم بن عبد الله العطية. وأيضا شعار الهديفي، وأيضا شعار بن جبران، وأيضا شعار بن قريع، وأيضا شعار أيضا ناصر بن نهار النعيمي، وشعار زايد بن لجمع الخيارين، وشعار المنصوري، والشعارات الكبيرة الخطيرة على أرضية ميدان. يا سلام، شعار بن جبران يتدخل مع المركز الثاني. الشايبة على المركز الثاني بشعار سيد سالم بن جبران المري. المركز الثاني اللي بتكون لها دور كبير، اللي وصلت على المركز الثاني. وفي المركز الثالث شعار جاسم بن عبد الله العطية مع النواعز. الله، زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين سبيشل. هذا الشعار تخصص بسن الكبار. هذه مقدمة الشو، وهذه براقة، وهذا بن جبران، وهذه الشايبة على المركز الثاني، شعار سالم بن جبران المري. هنا تنافست الشعارات الكبيرة، معركة على المركز الأول بين الثنتين، بين الذلل الأصاير، بين العمالقة الكبار. الشعارات الكبيرة، سالم بن جبران المري وزايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين على أرضية ميدان التحدي في هذا اليوم. يا سلام، هل العوينة قادمين منذ بداية هذا الموسم لتحقيق النواميس. يا سلام، المركز الثاني، الشايبة على المركز الثاني. الله، أشوف اللي وصلت الشمالية، علي بن حليس العفاري على المركز الثاني. هناك من دولة الإمارات، ولكن براقة زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين. يا سلام، بشوف الشمالية، أهالي الإمارات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مع علي بن حليس العفاري. شعار كبير أيضا، شعار صالة وجال أيضا، شعار علي. الله، يا سلام، الشمالية فازت، الشمالية انتصرت في صباح هذا اليوم. تهانينا لعلي بن حليس العفاري على هذا الفوز. المركز الثاني براقة لزايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين. المركز الثالث الشايبة لسالم بن جبران المري. وفي المركز الرابع النويعس لجاسم بن عبد الله بن حمد العطية. وفي المركز الخامس اللي وصلت بشرى لعتيق بن حمد بن بخيت المري. مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والناموس، واشكرك يا العفاري، أشكرك في صباح هذا اليوم في هذا الناموس. تهانينا له على هذا الإنجاز، وإلى ضيوفنا الأعزاء والأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلي بن حليس العفاري يطير بالناموس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلا للإمارات، خير تمثيل في أرضية ميدان الشحانية. هذه الشمالية اللي فازت، اللي انتصرت، اللي انتقلت إلى بحور الأصالة. 8:05، 99 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، 8:05، 43 جزء بالتالي. المركز الثالث اللي وصلت النواعس. في المركز الثالث لجاسم بن عبد الله العطية
أو سالم الجبران المري، 8:07:51 جزءا من الثانية. الحاني